بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم السبت جولة خليجية تستمر يومين استهلها من جدة في السعودية. واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شولتز اليوم، ومن المقرر أن يناقش عدة ملفات اقتصادية وسياسية تهم المنطقة والعالم، كما تشمل زيارة المستشار الألماني كل من الإمارات وقطر. ويرافق شولتز الذي يعود مساء الأحد لبرلين وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة. وفي هذا السياق قال مصدر مقرب من شولتز لوكالة فرانس بريس إن الزيارة الأولى للمستشار الألماني في المنطقة في إطار المرحلة المتغيرة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا. وفي سياق متصل قال أحد مستشاري شولتز لفرانس بريس إن ولي العهد السعودي سيلعب دورا مهما في العقود المقبلة. كما قال المستشار على أن يتحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حل مسألة الحرب في اليمن مثلا أو التطرق إلى المسألة الإيرانية، مضيفا لا يمكننا أن نتجاهل ضرورة العمل معا. وفي خبر آخر، أمريكا تشكر السعودية على وساطتها بشأن صفقة الأسرى. بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا برعاية سعودية، شكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة على هذه المبادرة. وقال سوليفان في تغريدة على تويتر إن واشنطن تشكر السعودية لإدراج مواطنين أمريكيين في تبادل الأسرى الذي أعلن أمس. كما أضاف الأربعاء أن أمريكا ترحب بعملية تبادل الأسرى بين طرفي النزاع تسهيل إجراءات عودتهم. جاء ذلك بينما استلمت الجهات المعنية في السعودية الأسرى المحررين بعد نقلهم من روسيا إلى المملكة وبدأت العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم. أتى هذا عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية أن الأمير محمد بن سلمان تدخل لإنجاح صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا انطلاقا من اهتماماته في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة. وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء أن الوساطة أثمرت عن الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة السويد وكرواتيا. كذلك شكرت حكومة الدولتين أي روسيا وأوكرانيا على تعاونها واستجابتها للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى. يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان أكد الثلاثاء خلال استقباله في جدة رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني على حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. في يونيو الماضي عقد اجتماع في الرياض بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. شدد فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع حينها على أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد تحت تلك التطورات، بينما تتحضر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع عاجل اليوم بشأن أوكرانيا. أفاد موقع تاكتيكال ريبورت المتخصص في الشؤون العسكرية لدول الشرق الأوسط أن المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع شركة رين ميتال اير ديفونس اي جي القسم السويسري من شركة الدفاع الألمانية رين ميتال لشراء ونقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي للوحدات النمطية والتلقائية والقادرة على الاستهداف وشراء نظام الدفاع الجوي مانتس من الشركة. تعيد ألمانيا وأوروبا اكتشاف أهمية منطقة الخليج بعد الحرب الأوكرانية التي واجهت أوروبا في عقر دارها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، أي أن هذه الحرب نقطة التحول التي حددها المستشار الألماني شولتز في خطابه أمام البرلمان بلاده في 27 من فبراير، مما يعني نهاية حقبة وبداية تحول في التاريخ. وفي مايو 2022 أصدرت المفوضية الأوروبية ورقة دعت إلى شراكة استراتيجية مع الخليج، وهي كانت قيد الإعداد لأكثر من عامين. فقد تم إنشاء نظام الدفاع الجوي مانتس عن طريق شركة رين ميتال لأنظمة الدفاع، والتي تعتبر كجزء من مؤسسة دوسلدورف، وهي جزء الألماني مجموعة رين ميتال، والتي تعتبر من المؤسسات العامية المتطورة التي تعمل في قطاع المعدات المتحركة وتسليح القوات وخدمات التأمين لجميع دول العالم. يرجع بدء مشروع إنشاء نظام مانتس إلى عام 2007 عندما طلبت وزارة الدفاع السعودية من الشركة استخدام نظام يمكنه الدفاع عن القوات ضد خدائف المورتر والصواريخ أرض أرض، حيث عكفت الشركة على تصنيع نظام قصير المدى مطور لحماية قوات الحد الأمامي
للدفاعات والذي عرف بالنظام المضاد لقذائف المدفعية والمورتر وصواريخ أرض أرض باكتشافها وتتبعها وتدميرها على مدى قصير من القوات. ولقد اعتمد النظام الجديد مانتس على تكنولوجيا جديدة تم اختبارها وتجربتها للمدفع أورليكونسكي شيلد 35 ملم. ويشتمل النظام على مركز قيادة زائد مجموعة رادار عبارة عن رادار زائد نظام كهروبصري زائد نظام توجيه زائد 4 مدافع عالية عيار 35 ملم كلها متصلة ببعضها، حيث يتكون النظام MBS مانتس من مركز قيادة وتحكم زائد مجموعة رادار زائد 6 مدافع يمكنهم العمل بدون انقطاع. الخواص التكتيكية للنظام: يقوم الرادار باكتشاف والتعرف على الطلقات المدفعية والمورتر والصواريخ التي تم إطلاقها على الموقع من مسافة تصل إلى 3 كيلومتر وحساب مسارها وتوجيه المدفعيات للإطلاق عليها لحظيا في مسارها لتدميرها. يمكن للمدفع أورليكونسكي شيلد 35 ملم أن يطلق بمعدل 1000 طلقة في الدقيقة، مما يمكنه بكفاءة من التصدي لكافة العدائيات الجوية والطلقات المدفعية والمورتر والصواريخ باستخدام دفعات قصيرة من الطلقات الحديثة طراز إيهيد. الطلقات المبرمجة للعمليات الجوية ذات الانفجار طراز إيهيد هي الطلقات الرئيسية التي يستخدمها النظام، ويرمز اسمها إلى الذخيرة ذات التدمير المطور والكفاءة المتقدمة والتوجيه. أيقظت الحرب الأوكرانية ألمانيا من سباتها الطويل الذي دخلت فيه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكن منذ الحرب في أوكرانيا في فبراير شباط 2022 باتت لدى ألمانيا نقطة تحول دفعتها لإعادة التفكير بسياساتها الأمنية وسياساتها المتعلقة بالطاقة. فأبحرت ألمانيا في إصلاحات دفاعية غير مسبوقة طاردة شبح الماضي من مستقبلها، وبدأت البحث عن مصادر جديدة للطاقة تساعدها في وقف اعتمادها على الغاز الروسي. قاد هذا البحث إلى دول الخليج التي رغم أنها تجمعها بها علاقات تجارية مميزة خصوصا مع السعودية والإمارات، فإن الكثير في السياسة يفارقها. وفي الوقت الذي تستمر فيه روسيا في قطع إمدادات الغاز عن أوروبا عبر خط نورستريم واحد، وهو الأمر الذي جعل محللين عدة يتوقعون بأن القارة الأوروبية ستدخل على شتاء طاقة قارس، أعلنت ألمانيا أنها سوف تلجأ إلى دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات لتؤمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال منها. ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن وزير الاقتصاد في ألمانيا روبرت هابيك قوله إنه من المرجح أن يوقع المستشار أولاف شولتس عقود التوريد خلال رحلته بالشرق الأوسط التي تستغرق 2 إلى 3 أيام، مشيرا إلى أن المحادثات تسير على قدم وساق خاصة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأضاف الوزير الألماني: إمدادات البترول والغاز ستتوسع تدريجيا، والحكومات تجري محادثات دائمة مع العديد من الدول وكذلك مع دول شبه الجزيرة العربية. المستشار سيسافر الأسبوع المقبل للإمارات العربية المتحدة والسعودية، وسيكون بالتأكيد قادر على توقيع بعض العقود هناك. ومن المقرر يسافر مستشار ألمانيا إلى المملكة العربية السعودية وقطر، حيث قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيسبريتس في مؤتمر صحفي دولي في برلين إن التعاون في مجال الطاقة يتصدر جدول أعماله. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الخميس إن أول تسليم تجريبي للهيدروجين الأخضر من الإمارات وصل إلى هامبورغ كجزء من حملة لإنشاء سلسلة قيمة شاملة للهيدروجين بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، مضيفة إن التسليم التجريبي يضع أساسا مهما لواردات الهيدروجين المتوسطة الأجل والتي ستكون خضراء أيضا، في حين أن المملكة العربية السعودية ليست مصدرة للغاز الطبيعي المسال، فهي تستثمر مليارات الدولارات في الهيدروجين الأزرق والأخضر، كما شهدت البلاد مطالب من أوروبا والولايات المتحدة هذا العام لضخ المزيد من النفط وخفض الأسعار بعد صعودها في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.